ما تستعمل ليت ولا أتمنى أبدا، الله يسترك. وقول لمشاهديك عندما تقول لصاحبك أتمنى لك السعادة معناها الله لا يسعدك. سبحان الله. أي، ولكن قول أرجو، ما تقول أتمنى. التمني في المستحيل والرجاء في الممكن، والله يحب الممكن. كيف لا نضحك؟ كيف لا نسعد؟ أنا أقول ساتك الله سبحانه وتعالى، من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، ما قال ويتمنى رحمة ربه ويرجو رحمة ربه، ولا آية في القرآن فيها يتمنى رحمة ربه، بل جاء النفي للتمني. هذه الكلمة اللي منتشرة أكثر بالفعل بجد، يتمنى العروسين السعادة يعني إن شاء الله حيطلقوا بعد أسبوع. أي طبعا، يعني السعادة مستحيلة، يعني السعادة مستحيلة. النية أهم شيء دكتور. ما ينفع منستك، يعني إحنا جينا في كل شيء. حضرتك في برنامج في المقدمة ذكرت العلماء وذكرت من السياسة كده، يعني جات عند الدين ويبقى نية، يعني يبقى عندنا النولج والمعلومات في كل شيء ونقول النية. طب ما احنا عندنا قرآن، أفلا يتدبرون القرآن؟ صحيح. طب صحيح. من تدبر القرآن ان احنا ما نقول أتمنى أبدا أبدا. ده التمني ده، شوف حضرتك إيه، ليس بأمانيكم، يعني الأماني مستحيل تتحقق. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ماذا قال الله؟ تلك أمانيهم. فالأماني دايما لا يمكن تتحقق. سبحان الله. ايوه، انما الرجاء، يرجون رحمته ويخافون عذابه. رب يقول فلعلك لعلهم يرجعون، لعلهم يتضرعون. الشيء الممكن تقول فيه عسى ولعل، الشيء المستحيل تقول فيه ليت واتمنى. انا اقول استاذ الجامعه اللي بيكتب اسئله وفي الاخر يقول لطلابه انتهت الاسئله واتمنى لكم النجاح، بقول له حرام عليك، عندي في الجامعه، في جامعه الازهر، والله اخواني وتلامذتي، اقول له خذ يا ابني انت معك دكتوراه، حرام عليك حبيبي، اكتب انتهت الاسئله وارجو لكم النجاح. احيانا يطلع استاذ راجل مؤدب ويقول لي وما الفرق يا استاذنا، اقول له اتمنى لكم النجاح، يقول لك خبر اسود، لا والله، وعلى السلم وانا ماشي اشرحها له. الله يرضى عليك، هذا له مدلول بموضوع الحلقه، ما في شك ان احنا امه رجاء ولسنا امه امنيات، لان الامنيات مستحيله، ولكن الله حبب الينا الايمان، زينه في قلوبنا. قال قل يا عبادي، يا استاذ محمد، الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يا أخي بيخاطب المجرم المسرف في الذنوب، يقول له ما تيأس من رحمتي، أنا ربك أنا أغفر الذنوب جميعا. أقسم بالله هذه الآية التي قد تسير في العين دمعة، تجعل القلب يكاد يقفز من بين الضلوع فرحا بربه الذي يعبده، واللي بيقول له لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.